اهلين يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، نورتوني احلى ناس. كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم شباب، اليوم راح نعرض عليكم متجر الهاكر، الاختراق، الفالنتينو. anyway اوكي شباب، راح ندخل مع بعض ونشوف. قبل ما نبلش الفيديو شباب، لا تنسوا تصلوا على النبي الله يخليكم شباب. وشي تاني برجع بذكركم شباب، مسابقة 20,000 جوهرة ساعتها موجودة على القناة، لا تنسوا تروحوا شباب وتشوفوا التفاصيل. اوكي طبعا شباب، نزل اليوم حدث المتجر الفالنتينو، الفالنتاين تبع الحب وما حب واه يا حنان. اوكي راح نشوف مع بعض. انا يعني دخلت هالمرة، ما مش مثل المرة اللي قبل. طبعا كان في جوائز طبعا شباب، كان اول ما تدخلون، انا اخترت يعني مسبقا الجوائز اللي احب اخذهم. اوكي مثل ما انتم شايفين، حابب ناخذ هذا السكين. اوكي مثل ما انتم شايفين هذا السكين، هذا السكين كتير يعني قديم. طبعا اختار السكين الشاب، بلعب دائما بشخصية شاب. اوكي خلونا نشوف مع بعض وجينا نطوا نشوف حظنا اليوم كيف راح يكون. ان شاء الله ناخذ السكين. طبعا عندكم اكثر من جوائز، بس الافضل شيء عندكم اسلحة، وافضل شيء انا اخترت هذا السكين. بالنسبة للاسلحة انا عندي اياه. اوكي يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. اوكي جينا ونطوا، خلونا نجرب. دن 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 ان شاء الله اقدر اجيبه من دون كتير. شباب يلا 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 وقفون وقفون وقف وقف يا زلمه، شو بدي اعمل في انا؟ يلا نعمل مره جينا ونطوا شباب. تن 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 يلا مي جوال، بس يكفي بابت يكفي تك. اوه خلاص باينه شباب، الصراحه باينه يعني. الامر باين انه بدنا نحرق كل الجواهر الموجوده. يلا ها هاي 200 جوهره، نشوف يلا نشوف حظنا. يلا طير 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 وجنو وجنو يلا يلا السكين 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 الشيت جان يا شباب، معروفه والله. راح اوه 500 600 جوهره، يخرب بيته. ال 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 خلاص شباب والله باين. عرفت انه راح اروح كل الجواهر شباب، الصراحه عرفت يعني. مثل ما انتم شايفين كم باقينا؟ اوه باقينا شوية من الجواهر. اوكي 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 حلوين. اوكي روح نشحن ونرجع لكم. اوكي يا حلوين، هيك ما انتم شايفين واي شحنت وما وصل. وصل. قولي إيه لكان يلا يا أصدقاء، يلا يا حلوين. خلينا نروح نجيب السكين شباب وندخل نجربه من على القرب. عن جد سكين خرافي شباب الصراحة، يعني يستاهل عن جد. السكين كتير حلو يستاهل. يلا توني هاتو خلاص، ما بقى شي. هاتو حبيبي هاتو. خلينا نروح نلبسه شباب، عن جد سكين خرافي خرافي. والله عندنا هالشيت جان. شو خلينا نفتح الباكجات شباب. اول شيء خلينا نفتح. طبعا اخذنا هذا اللبس ما يلزمني. اها يلا يا سلام. اوه والله على حتى على هذا القناع حلو حلو طالع عليه، بس خلينا نشوف القناع نشوف شكله. لا والله القناع طالع حلو يا شباب، اعطوني رايكم تحت، القناع ولا بدون قناع؟ اعطوني رايكم بالتحت يعني. تركب. اوه والله هيك يطلع عليه حلو كتير، عن جد يطلع حلو كتير. عن جد هيك القناع كتير طالع حلو، كله ذهب مع الذهب، كل شيء حلو. حتى الدب يعني لابس ذهب وكله ذهب في ذهب. عن جد السكين كتير 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 حلو. خلونا نروح نشوف الباكجات شباب، خلونا نروح نشوف باكجاتنا. اوكي طبعا هذا السكين عندي اياه، اخذته من على البث مباشرة اللي يتذكر. اوكي عندي اياه. خلينا نفتح هذا شباب، عندي 3 صناديق ان شاء الله يطلع لي دايم هذا الشوتجن. ماشي بشي حلو. قول بسم الله الرحمن الرحيم. 7 ايام راح صندوق من هون يا زباله يا زلمه. اخر واحد يلا.
حظ تعبان والله يا شباب، حظنا اليوم تعبان. اها ما في، خلاص خلصنا البجات اليوم شباب. عن جد السكينة كتير حلوة يا شباب. صوت خلينا نروح ندخل نجربه داخل الجيم. ندخل كلاش سكواد، يلا روح ندخل جوا الجيم شباب نجربه. شو رايكم؟ يلا جينا نطو. اولا لا ها شباب، عن جد حلو، سكين حلو صراحة، سكين يعني خرافي. طبعا هذا السكين قديم شباب، ما كان عندي اياه، كنت بتمنى يكون عندي اياه. عن جد السكين هذا عن جد حلو كتير يعني. غالبا الشباب سمعت انه راح يرجعوا كل السكينات مثل الشيطان وكلهم. بعدين اوكي قلنا تقبل هيد شوت راحت انت كمان. يلا حبيبي تعالوا لعندي. انا حاسس حالي وحدي، وين اصحابي؟ اصحابي نايمين، شو قصتهم؟ اي جماعه تعالوا. كيف حالي؟ رح نغدر من ورا. لا والله ما نغدر. خذ حبيبي، خذ شباب صاحبنا شباب. اصحابنا اهم شيء، بعدين نشوف الباقية. تعالوا خذ هيد شوت، خذ حبيبي هيد شوت. تعالوا والله راح اجيب. ما في واحد فوق، تعال نصطاد اللي فوق شباب. تعال وين رايح هربان منه؟ وين تعالوا يلا روح. هذا يا اخوي شباب سرق اريكو، سرقت الكيل. وين الباقي؟ وينهم؟ تعالوا العبوا معي. ليك تعالوا شايفين شو؟ كفو عليك صراحة. السكين حلو الصراحة. خلينا نلعب، ما بدنا نطول عليكم المقطع أكثر من هيك شباب. خلونا نشتري الفرد هذا شباب. راح نجيب هيد شوتات، نشرب مي. يلا جيب يا شباب. بالنسبة لللايفات، اللايفات هي على الفيسبوك اوكي، الرابط هو موجود تحت يا حلوين، لا تنسوا. شباب بدي اجيب هيد شوت شباب، ناوي اجيب واحد هيد شوت ان شاء الله ما هموت. ثواني تعال والله واحد هو متخبي يخرب بيته. يا ابو السيخ تعال معب عليك تعال شوف ما عندي. صحابي شباب، نشوف اصحابنا شو صار معهم. روح عند اصحابنا لوت شوي، حاول نجيب هيد شوت شباب لعينكم. ليكو واحد بقيان هون شباب، بقيان هون واحد شباب. وينو هذا؟ اي جابني شباب ولا قطني شباب. يعني شوفوا رح نجرب السكيل هو بالارض يعني، كمان شايفين شباب. متت قطني شباب. ما رح اطول عليكم المقطع اكثر من هيك، ان شاء الله عجبكم. شكرا لكم يا حلوين، بنشوفكم ان شاء الله مقطع جديد. لا تنسوا شباب صراحة تنطوا، وإن شاء الله يعجبكم هذا المقطع شباب. الصراحة هذا المقطع شباب يعني ما عمل تحضيرات، شغلت تسجيل ودخلت وجبت السكين. بس يلا شباب خلينا نلعب، بدي ألعب كمان هيك شوي نخلص الجيم. يلا فرد مرة، شو رأيكم؟ خلينا نخلص الجيم شباب. يلا خلينا نخلص الجيم داخل حتى عشوائي. ناخد شيدين شباب، نحاول نجيب هيك شطات هيك عيونكم شباب يعني. شفت واحد رايح على اليسار،
يا هدول عندهم اسلحة من بعد رح يخردقوني يا زلمة. حبيبي شوان خلاص شباب بصراحة يعني الافضل ما افضح حالي هيك على اللقطة هاي يعني خلاص يعني شوف صاحبي بي ساعدني ساعدني يا دب لك ساعدني يا زلمة ساعدني 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 اصحابي عم يموتوا عم يموتوا اخوي عم يموتوا لا 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 شباب الظاهر يعني اريكو وضعنا اليوم تعبان مثل ما انتم شايفين اللي عم يشوف اللقطات هذول شباب لا تنسوا تكتبوا نوب ها نوب نوب ثم نوب اوكي يعني شباب هذا هو السكين اهم شيء يعني هذا هو يعني خلاص اوه كفو عليك قتلهم والله تعال طب تعال ساعدني تعال ولك تعال يا بني ادم تعال تعال ساعدني يخرب بيتك شباب سلامات يكفي يعني لهون بس خلاص سلامات شباب سلامات باي باي.